جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني يقول إنه له زوجة وله أولاد ووالده موجود ويبعث بمصاريف زوجته وأولاده، لكن والده يطالبه بأكثر من الاستطاعة كما يقول، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أن بر الوالد والإحسان إليه أمر واجب، ومن ذلك أن يساعده بالمال، لا سيما إذا طلب الوالد منه ذلك، حق عليه أن يجيبه إذا كان يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك إذا كان له زوجة وله أولاد يحتاجون إلى نفقة، فإنه يجب أن يبدأ بهم، يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده، فإن فضل شيء فلوالديه. نعم.